مصطفى انت حبي كذا منايا ولبي، يا مصطفى انت حبي كذا منايا ولبي، صلي علي يا ربي صلي علي يا ربي. من سار ركب ويمن صلى الإله وسلم وأسلم على النبي المكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أينما كنتم، حياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج مداح الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموسم المختلف تماما. في هذه الحلقة ربما ستكون الحلقة متميزة أيضا كما عودناكم في سابقاتها، حيث أنها أمزجت لونين مختلفين في الإنشاد والمديح، ولكنها اجتمعت على حب النبي صلى الله عليه وسلم رغم بعد مسافة سكناهما. مشاهدي الأكارم، رحبوا معي بفرقة البردة من مدينة الأنبار الحبيبة التي يقودها الشيخ محمد رياض الجبوري، فأهلا ومرحبا بهذه الفرقة وبأعضائها أيضا، أهلا بكم. وأيضا مشاهدينا، رحبوا معي بفرقة أتت من شمالي العراق من إقليم كردستان، فرقة طيبة التي يقودها الشيخ الكاكا عبد القادر، أهلا بك كاكا عبد القادر، حياكم الله. وأعضاء الفرقة نورتونا وشرفتونا جميعا في هذه الحلقة. اليوم الحلقة قد تكون مختلفة، لون من غرب العراق ولون من إقليم كردستان الحبيب، فحياكم الله جميعا وحيا الله كاك عبد القادر، يا أهلا وسهلا بكم. وكاك محمد خلينا نقول اليوم أيضا، الكاكة ترى تعتبر من باب المعزة، شلون نقول أستاذ أو الحجي، فأيضا هذه من ميزات هذا الوطن الحبيب المختلف في القوميات ومختلف في الأعراق، ولكنه يبقى وطن موحد إن شاء الله. حياكم الله في هذه الحلقة، نريد نستمتع معكم ونكتشف أيضا الألوان المختلفة بالإنشاد والمديح، وإن اختلفت في حب النبي لكنها تتوحد بهذا الأمر. حياكم الله والأمر لكم، تفضل. الله الله Allah'a
أمان وسلام. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. كلما شهواتي عن صيام وصلاة شغلتني شهواتي عن صيام وصلاة كيف ضيعت حياتي في هوى ما يغضب الله. الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. الله الله, الله
دنيا يا واخرتي
جزاكم الله خير. أحسنتم ما شاء الله على هذا الاندماج وهذه الروحية اللي أخذتونا بها. رائع هذه القصيدة، رائع اللحن ورائع، وأفضل هو الأداء. تسلم الله، يعطيكم العافية والله من ذوقك. حقيقة الله يبارك فيكم. الله يبارك بعمرك. كاك هاوري، أنت شاركت ما شاء الله وعندك العرب رائعة. الحمد لله، هذا من فضل الله. كاك عبد القادر أيضا ما شاء الله. إحنا يمكن هذه أول مرة نتشرف بكم قناة سامرة مو هالشكل. نعم. وبرنامج مداح الرسول، إحنا نطمح للمزيد إن شاء الله في شاء الله. السنوات المقبلة إذا الله سبحانه وتعالى متعنا بالصحة والعافية وطولة العمر إن شاء الله للجميع. هسه أنا أريد فرقة، فقط فرقة طيبة، أريد شنو تحضرين لنا اليوم حتى نقارن بينكم وبين فرقة البردة، أريد أشوف اللون أكو اختلاف ولا ماكو اختلاف إن شاء الله. بس لكن قبل هذا خليني أسألك، يعني أنتو القصائد منين اعتمدتوها يعني كفرقة؟ لو هو هذا الموجود سليقة يعني بالقصائد نقول المتوفرة العربي، خاصة العربي اللي الموجود. أكو قصائد يعني بالكردي؟ أي أكو. نعم نقدر نسمعها هسا؟ تقدرون يعني تنطونا؟ يا ريت سمعونا اللون الكردي يعني. خل نسمع. وريد يعني من أجمل الألوان الكردية، هي كلها حلوة ما شاء الله، بس لكن أريد فشي جميل. هسا اللي قرأنا يا إمام الرستي يا سندي، كان عندي مقطع أنا يعني مسجل بستوديو بالكردي، بالكردي وبالعربي. بعد ليش ما شاركتنا يا شيخ؟ ها؟ الله يقل. كان صار امتزاج. خلي نروح بالعربي بعدين. ولا يهم. اللي تشوفه إحنا حاضرين. حبيبي. يلا شنو تحب تسمعنا أنت الآن؟ تريدوها مشتركة أيضاً أو تريدوها مفردة؟ إذا كردي هم ما يقدرون يشتركون. طبعاً. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. وراي باي صباب بقاصيد فرمان برخاشي مدينة يا بولاي جاني جانا رفيقان مكوتيان كل دنيا هرم الماوي
القمر قمت ورواني روح ميزدان بيشبر دنياك حسرة لظلمة بيما مدينة بوزيارة نور ريشان لجملة يا كائنات سلاسة شادية يمشى قرباني حوشة وراو زاد مام حزدك دايم لا لادبام قرباني حوشة وراو زاد مام حتى غارقي بركة دبام دخيلك يا رسول الله ترجمة
هذه هي الانشوده المعروفه على مستوى الوطن العربي والوطن الاسلامي ما شاء الله. كلماتها جدا لطيفه وسلسه ايضا, لحنها بشجن ولحنها ايضا يعني من هذا اللون اللي ياخذك الى ارض طيبه الى المدينه المنوره. فعلا هي طب الروح في هذه القصيده, ولكل شخص الى فد نبره من الشجن الخاصه بنقل هذه او يوصف هذه الواقعه. أنا أشكركم طبعاً. هسه إحنا نروح إلى فرقة البردة اللي أيضاً يمكن تحضر لنا فشي جديد آخر. قد يكون الوقت هو متقارب, يعني الآن دقائق ربما تتجاوز شيء مناسب لإلقاء قصيدة من قبلكم. شنو محضرين لنا شيء جديد؟ والله إن شاء الله نسمع موال من أخونا أستاذ محمد. طيب أنا أفضل إذا أكو موال كاك عبد القادر موال, أنتوا تقدر تعطيني موال ويا مشترك يعني عربي بالعربي ويا او بالكردي تحب تشارك ويا بس نفس القصيده ونفس الابيات ممكن نطلع بهيك شيء, يعني تقرا بيتين او هو يقرا بيت يعني من هذه الطبيعه اذا ممكن اللي تحبه, يعني مو شرط اللي انتم محضرين يا خلينا نقول ما نريد الجسم. فالقلب نار والعيون سواقي, كل على ليلاه أضناه الهوى, وأنا الهوى بمحمد ترياقي. صلوا الحبيب سيدنا محمد, صلى الله على سيدنا محمد, صلى الله عليه وسلم. دارت كؤوس الحب للعشاق, فالقلب نار والعيون كل على ليلاه أضناه الهوى, وأنا الهوى بمحمد ترياقي. إن مر طيف محمد في خاطري, إن مر طيف محمد في خاطري, هاجت بحار الحب في أعماقي, شوق إلى ذكر الحبيب يهزني, فلتسقني من كأسه يا سائل.
ضاقت روحي وبعد أزاد جروحي وبعد أزاد جروحي بتهزورك يا طيبة وأداوي فيك جروحي وأداوي فيك جروحي أحلى طيبة وانورها والبشرى لي زوارها والبشرى لي زوارها نفسي يتبوح بسرارها هوا أنعش روحي هوا أنعش روحي لا طيب اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي وبعدها زاد جروحي بتهزورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي محمد سيد عطرة بذكرك قلبي يرتاح بذكرك قلبي يرتاح أنا قلبي من الساعة ما صاح قلبي من الساعة ما صاح بغربك طابت روحي طابت طابت لا طيب اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي وبعدها زاد جروحي بتزورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي وطيبة أغلى المدينة فيها الغالي نبينا فيها الغالي نبينا طيبة أغلى مدينة فيها الغالي نبينا فيها الغالي نبينا عيوني تبكي حزينة عيوني تبكي حزينة والبعد أضنى روحي والبعد أضنى روحي لا طيب اشتاقت روحي بتهزورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي سلم بالحجرة ونادي عالصحابة أسيادي عالصحابة أسيادي يا مولانا الله 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 لا
هي كاشف البلوى. الله 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 يا مولانا، الله 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 لا إله إلا الله، الله 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 يا مولانا، الله 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 لا إله إلا الله. فعامله بالإحسان يا من بفضله، فعامله بالإحسان يا من بفضله، على قوم موسى زال المن والسلوى. الله 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 يا مولانا، الله 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 لا إله إلا الله، الله 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 يا مولانا، الله 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 لا إله إلا الله. أنت المرجى للشدائد.
مشتكى والمفزع. الله الله الله. بالذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك يرفع. وجعلت معتمدي عليك وبسطت كفيك راجيا أتضرع الله الله الله. اجعل لنا من كل ضيق مخرجا والطف بنا يا من إليه المرجع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. شكر علينا
خير شباب، الله يحفظك. واشكركم مره اخرى تسلم. وايضا كفرقه طيبه شكرا جزيلا، ودسته كان خوش، وزور سباس وما قصرتوا على عيني وعلى راسي. جزاكم الله خير. اذا مشاهدينا الكرام، مع هذه الساعه الممتعه والاكثر من رائعه قضيناها معا مع فرقتين عزيزتين، مع فرقه البرده من محافظه الانبار وفرقه طيبه من محافظه هولير اربيل الحبيبه. شكرا لكم لطيب المتابعه، تقبلوا تحياتي وكادر العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مصطفى أنت حبي كذا منايا ولبي، يا مصطفى أنت حبي كذا منايا ولبي، صلي علي يا رب، صلي علي يا ربي من سرّ.